بشمت هوانا اليوم حبينا أنا وأخوي نهاد دباس نأخذ أطفال مرضى السرطان بشمت هوا برحلة نحكي صاجية ويشموا فيها الهوا. شو محضرين لنا هذا اليوم؟ إيه أحلى بشمت هوا طبعاً. اليوم برنامجنا إنه نعملها بصاجية، إنهم هم الفكرة إنه هم يعملوها. هم يعملوها. يعني إشي حلو إنه نمي من قدراتها، نسيهم المرض، هم يكون عندهم إيجابية بالرحلة اليوم، إنه كيف نقدر نساعدهم على أرض الواقع. تمام. بس قبل ما نروح. قل لي. لازم إحنا مش بس أنا وياك اللي نسعد الأطفال هذول. نعم. لازم كل فرد بالمجتمع يبادر إنه يسعدهم. نعم أكيد، هذا إشي مجتمعي إنساني طفولي وطني ريادي، إحنا كلنا إيد بإيد. مية مية. مين عمره عمل صاجية؟ أنت؟ تعال عندي هون احكي لي كيف ممكن نعمل صاجية. يلا تعال. قبل 3 أسابيع سويت صاجية. إيش أهم إشي بالصاجية؟ اللحمة. اللحمة شطور. إيش بنحط عليها؟ الزيت. إيش بنحط على الصاجية غير اللحمة؟ غير اللحمة بنحط عليها بصل عادي، بصل مربعات، قطع مربع. هي غششتك. ليف حلو. مين بالنسبة له أسكى، صاجية النار على الحطب يعني اللي على الفحم ولا على الغاز؟ لا مين؟ على الحطب. على الحطب. على الحطب؟ اه. انت بتبع على الحطب؟ اه. خلص هون على الحطب. انت على الحطب. لا لانه اسرع اسكى نكتبه وكاي ونكتبه ونكتبه تلكي ما شاء الله. شاي ونسكافيه وكابتشينو. ما شاء الله عليك. اليوم حرير عم بتدور انه قديش يساعدهم، بنعودهم الاطفال كمان يتطوعوا يساعدوا بعض، ناكل مع بعض، ما في حدا احسن من الثاني، احنا كلنا ايد واحده. صح. لازم ندور انه احنا دائما نطلع على بعض. صح. حتى الغير مريض يطلع على بعض. شو حلمك بس تكبر تصير مهندس برمجيات؟ مهندس برمجيات. ايش بتحب لما تكبر تكون؟ ميكانيكي. خلص دكتور اسنان؟ ظبطت انا كل شيء. ظبطت كل شيء يعني مجهز امورك انك تكون دكتور اسنان؟ ان شاء الله. شو جهز تقول لي؟ انت بدك تكون ضابط؟ يلا هسع. لا قاضي. قاضي. خير. شو اللي خير؟ خير بخش عليك هسه. ليش اخترت قاضي؟ هيك. شو بعمل القاضي؟ بيساعد الناس. بيساعد الناس، ايوه. شو كمان؟ بحبس الحرامية. بحبس الحرامية شطور. اجى دور ايش؟ الصاجي. الصاجي يلا. شايف يا اخوي هذا اول شيء خلينا نجمع الاحجار حوالين. اليوم احنا يا نهاد اخذنا الشباب، اخذنا الاطفال، واخذناهم رحلة، يعني شايف انت قديش هم مبسوطين. نعم. ايش ممكن يكون اشي يبسطهم اكثر؟ هذا هو ممتاز انك تنسي المرض. طبعا. عن جد انه الطفل انه يكون بمكان او تلهيه بشيء هو بكون ناس المرض بهذا الشيء. فاحنا دائما بنلهيه، دائما بننميه، دائما شو بيحلم وما نحسسه بهذا الشيء. اكيد. ليش ما نحسسه بهذا الشيء؟ حتى اطفال حرير المتطوعين كانوا ما شفتهم معنا اليوم يعني ما رضي انا يعني ليه احنا حطينا معهم. يعني انا بعرف انه عندك 3 بنوتات. نعم. الله يخلي لك اياهم. الحمد لله. اليوم الصبح انت بتحكي لي البنوتات صحيوا قبليه بيصحوني بقول في عندنا رحله. عن جد يعني حتى يعني شوف بس البلايز حضروا حالهم انه هينا ساعدونا، بابا لازم نجيب هذا المي، بابا لازم نجيب هذا العصير. بدنا نجيب شيء انت ناسيهم اذكروك فيه. نعم.
المكان اللي احنا ماخذين فيه الاطفال قريب منه حديقه حيوانات، فانا بدي اخذهم عليه، فنزلت عشان اشوف التيكت قديش. فقال لي انت ومين؟ قلت له في عندنا اطفال مرضى السرطان، بدنا ناخذهم عندك هيك بلفه جوله خفيفه. حلف يمين انه غير الحساب عليه. فشوف كيف الكرم الاردني لوين. تعالوا معنا، خلينا نبلغهم وناخذهم معنا. بصير استاذنك اخذ الشباب على حديقه الحيوانات اللي هون، نرجع عبين ما تكون جاهزه. يلا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا ماسة تحملك. زي ما شفتوا رحلة صغيرة رسمت ابتسامة على وجه الأطفال. مش بس أنا، مش بس نهاد هو اللي ممكن يسعد الأطفال، أنتوا كمان بتقدروا تسعدوا الأطفال. بادروا، استنونا بشمة هوا جديدة الأسبوع الجاي.